الليل يا مرشا سنتك ليسي انتبه لا رفيف كاتدرا انتني ابرز فيه جياف كون ومتيوت ان بريتين هاني سوء ابن ابن جنيت صوتو نوف شايني قطعتك سي سمل شي سيد شوي سوينا من مقبل يوت استوى من بطل يرشيز بابا أبدا وادرس بما هزنا من بنيوت نبس كوبس أبا يوستو من بنيوت نبس كوبس أبا صفي قريبة النون هللويا هللويا إيسوس بكريستوس بشيري بمنوتي عفشي إخوني بي إربي اللي التسبيح اغفل علينا نذورك ذبيحة التسبيح تمجدني وهناك الطريق حيث أريك خلاص الله الليلويا فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم إنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملشي صادق الرب عن يمينك يا أبانا القديس الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الطوباوي الأنبا ثوفيلوس وأبينا الأسقف المكرم الطوباوي الأنبا يوستوس الرب يحفظ لنا حياتكما أمين الليل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت 8 أيام تطهيرها حسب شريعة موسى فعادوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب ذوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجلا في أورشليم اسمه سمعان كان برا تقيا ينتظر تعدية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان وقال لمريم أمه ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من 6 أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوات وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة.